تحسم الأمور وتطرق المعارضة الباب في ريف حلب الشرقي. فعناء السياسة يوفره بارود العسكر بأيام وساعات قليلة. سوسيان والدانا وقدارين قرى جديدة بيد المعارضة السورية، ومقاتلوها على مشارف قلعة التنظيم في شرق حلب. تقدم حسم كثيرا من الجدل الباب للمعارضة. الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أمن علينا نصره. لقد قتلنا الآن فوق 20 داعشي، والحمد لله في قرية جدود. تكبير الله أكبر. وقصد إلى تفاهمات وتحالفات دولية جديدة، سيما عقب تعرض مناطقها لأول مرة لقصف بصاروخ باليستي. المقاتلات التركية والمدافع هي الأخرى تعلن بدء المعركة، معركة لن تكون سهلة لكلا الطرفين. فالباب تعتبر المركز الرئيسي لتنظيم الدولة في شمال حلب، وإن تمكنت المعارضة من السيطرة عليها ستنهي أحلام مرج دابق نهائيا. التلال التي يقف عليها مقاتلو المعارضة تجعل من أحياء وشوارع مدينة الباب عرضة لقصف صاروخي قد يبدأ في الساعات المقبلة. الآن نقوم في التجهيز لعملية لملحمة الباب إن شاء الله، لعملية فتح الباب وتطهيرها من رجس الدواعش. نرسل رسالة شديدة اللهجة ونحذر بأشد السبل وبأشد الطرق إلى أن الباب هي خط أحمر، ولا يحكم الباب إلا أبناء سوريا مجتمعة، الباب لأهلها. تقدم المعارضة إلى مشارف الباب يؤكد مدى متانة الحليف العسكري لقواتها، والذي أمدها بمعلومات لوجستية ودعم سياسي، إذ باتت تتقاسم المعارضة المصالح مع الدولة التركية التي ترى في المعارضة خير حليف في محاربة الإرهاب بألوانه بآن واحد.